يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا العصر كما يقولون هو عصر الإعلام، فما حكم تصوير المحاضرات والندوات وخطب الجمعة من الحرمين أو غيرهما بكاميرا الفيديو لنقلها في الإذاعات والتلفاز للعالم ليستفيد منها العالم كله؟ هذه مسألة فايتتنا، تصوير في التلفزيوني في المسجد الحرام والمسجد النبوي فايتتنا، ما لنا فيها تصرف ولم يسألونا. وأنت إذا عرفت الحكم تبي تروح تمنعها؟ لا تستطيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعقد أما أنت فلا تصور، أما أنت في نفسك فلا تصور. نعم.